استثناء مناطق شمال شرق سوريا من العقوبات كان له ردود فعل إيجابية بين السكان، ولكن تأثير هذا الأمر اقتصاديا على حياة الناس بشكل يومي على سبل معيشهم غير واضح حتى الآن، على اعتبار أن هناك أسباب أخرى لموضوع سوء الوضع الاقتصادي في المنطقة، منها لا نملك حتى الآن في شمال شرق سوريا في ظل حكم الإدارة الذاتية لا نملك قانون الاستثمار، لا نملك مبادرات لتشجيع المستثمرين في المنطقة، نعاني من المسائل الأمنية والتهديدات التركية المستمرة في المنطقة، نعاني من مسألة البنية التحتية، مسألة الكهرباء، الكثير من الأسباب التي تجعل الاقتصاد غير مستقر في هذه المنطقة، ولكن يبقى هذا الاستثناء له بوادر حسن نية. الإدارة الأمريكية استثنت موضوع النفط من الاستثمار، وهذا شيء معروف أنه مناطق شرق الفرات المورد الرئيسي للخزينة هي النفط، هاي نقطة أنه ما لازم تكون مستثنات من العقوبات. ثانيا أنه الإدارة الأمريكية هي نفسها تبادر بالاستثمار مناطق شرق الفرات كقوة عظمى، هي اللي تبادر بالمشاريع، تبادر بالاستثمار وتبعث شركات لحتى يكون في تشجيع لغير شركات لغير دول تستثمر بمناطق شرق الفرات وتقدم الأمان وتقدم نوع من التطور والازدهار الاقتصادي للمنطقة بعد الويلات والحروب والدمار اللي صارت، خاصة بالمشاريع اللي بتحتاج المنطقة في مجال الدعم القطاع الزراعي، السدود، دعم مشاريع الطاقة، الكهرباء، التعليم. ابراسيج روجاغو اف عقوبه داني سر مي روجافا يعني ملت تمندده يعني ابراسي تعدل ملت نلك سكيته يعني ام بهفين جوان جيغو باش يف عقوبه راهشتني بس في عقوبه دين جبرك كاس تمن ناضج غيني ملت بيفن ولا تاشيره ويغو دولار داخينن يعني ملت وي شغل شباب وي شركات جمع بينه وي يعني جمع بيشكتن شباب وي كار شباب ملت بشغله وي معيشات شباب يعني راسي بيشتي اف دولار بهابو اف عقوبة داني جمع يعني نشغل جمع هينا حركة هينا شركتها ملت يعني هر درب باش كذا.